وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول إن ابنه يقدم من أبها وسيمكث عنده 9 أيام، هل له أن يجمع ويقصر الصلوات؟ الجواب: ونحن في الاعتكاف في جنبات المسجد الحرام في صباح يوم 28 ليلة 29 من شهر رمضان المبارك لعام 38 و400 ألف، ونحن في توسيعة الملك عبد الله ابن عبد العزيز رحمه الله وغفر له. الجواب أنه إذا كانت الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يكون متما ولا يجوز له الجمع والقصر، فعليه أن يصلي الصلاة في وقتها تامة منذ لحظة قدومه، وهذا اختيار اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز شيخ الفوزان رحمة الله على الجميع أحياء وأمواتا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.